معانا الاستاذ طارق قنديل، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه فريق كره السله عبر الهاتف من الكويت. اهلا بيك يا طارق بيه. اهلا كابتن هيثم، اهلا بحضرتك والف مليون مبروك. يعني بارك فيك. يعني هو بس يعني الواحد بس الاول الشكر، كل الشكر للجمهور العظيم الاهلاوي المتواجد في الكويت من ساعه ما وصلنا للامام، وتواجدهم في الماتش مع ان كان وقت شغل بالنسبه ليهم، فكان في مجموعه برضه كبيره حاضره، يعني حاجه تفرح وحاجه تشرف. استاذ طارق، طبعا فوز كبير والبدايات بتبقى مهمه، وبحضور جماهير النادي الاهلي اللي حضرتك وجهت ليهم الشكر. يعني شايف الروح النهارده ازاي يا استاذ طارق؟ يعني انا شفت النهارده الروح كانت عاليه، كان في تناغم، يعني كلمني على الحته دي، لان الحقيقه انا حتى شايفها الناحيه الثانيه مع فريق كره اليد. كلمني عن الروح يا استاذ طارق. يعني الحمد لله دي عاده النادي الاهلي وعاده بعثاتي كلها تبقى متواجده في اي بطوله. روح جميله بين كل افراد البعثه يعني، وفي نفس الوقت في انضباط تاني والناس فيها هدف معين، ربنا يوفق ان شاء الله تبقى تاثير ربنا يحقق. فدي طبيعه من طبائع النادي الاهلي الحمد لله. استاذ طارق، يمكن حضرتك من يعني الشخصيات المؤثره جوه المجلس، واللي كان ليك دور كبير في بناء فريق زي كره السله، والنهارده الحمد لله احنا بنجني ثمار هذا التخطيط وهذا التعب الحقيقه ولهذا الفريق. السنه اللي فاتت 5 بطولات، السنه دي الحمد لله بنلعب بندافع عن لقب البطوله العربيه. شعور حضرتك ايه النهارده وانت قاعد في المدرجات بتتابع هذا الفريق يا استاذ طارق؟ لا الحمد لله، يعني كجهد مجلس الاداره بالخارج الكابتن محمود الخطيب، يعني ده يعني مفروغ منه، ده الواجب المفروض تجاه كل الاعداد هو النادي. يعني منظومه متكامله بقياده التدريب الفني القسمي الحمد لله، وفي تناغم تام بينه وبين اللعيبه، فحاجه مبشره، وان شاء الله يا رب تكون دايما كده فاتحه خير لكل البطولات يجنيها اولاد النادي الاهلي ان شاء الله. طب استاذ طارق، طمنا على مراد. شايف طبعا الالعاب الجماعيه بقت فيها بحث كبير في التشجيع، يعني كنا متعودين الكوره بس بره مصر حتى، يعني انما الناس مهتمه اهتمام غير طبيعي في السله النهارده، كان اهتمامهم جامد جدا كمان الحمد لله بفريق اليد. ف يعني دي برضو حاجات ظواهر كلها صحيه، وده النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي لو لعب في اي بطوله في اي لعبه ورا جمهور عظيم. نعم يا استاذ طارق، والحقيقه يعني برضو عندنا مباراه بعد بكره، مباراه الغرافه القطري. شايف المباراه ازاي؟ حضرتك اكيد اتفرجت على المباريات وشايف المستويات اللي جنبنا، شايف مباراه بعد بكره ازاي يا استاذ طارق؟ هي البطوله قويه وان شاء الله يعني ولادنا هيكونوا عند حسن الظن ان شاء الله. وفي عندنا كمان ان شاء الله، يعني هو عندك ماتش الجمعه والسبت كمان وراه على طول رياضي، فان شاء الله ربنا يوفقنا فيها، ونتمنى يا رب ان شاء الله وبندعي ربنا ان احنا نرجع بيك. طب استاذ طارق، يعني طمنا برضو على طمنا على الاقامه كمان، يعني الامور ماشيه كويس بشكل جيد، مقر اقامه البعثه، الملعب، التنقلات، الدنيا كويسه ماشيه مع البعثه هناك؟ اكثر من رائع الحمد لله، اقامه ممتازه، الفندق قريب من الملعب سواء التجديد او ملعب الكوره، المسافه مش بعيده الحمد لله، ف لا الامور ماشيه تمام يعني كما كنا نتمنى. طب في تعاون كامل طبعا من الاتحاد العربي لا انكره للامانه، النادي الاهلي وكابتن، فكل ده موجود، والاخوه الكويسه طبعا، والسفاره المصريه على راسهم معالي السفير اسامه شوقي للامانه كان معانا في الماتش النهارده، فمن كل النواحي الامور طيبه ويتوقع توفيق ربنا ان شاء الله. وبالتالي برضه يا استاذ طارق، يعني مشاركه النادي الاهلي في البطوله العربيه وتواجده او شعار النادي الاهلي لما يكون متواجد في طبعا الخليج وسط اشقائنا في الخليج، اكيد ادى فاليو او قيمه كبيره للبطوله. حضرتك لامس ده هناك يا استاذ طارق؟ ده هو ده حديث الاخوه الكويتيين هنا للامان كلهم بيتكلموا على كده، على ان تواجد النادي الاهلي وظهور جمهوره كبير هنا في الكويت مدي فرحه واعجاب جامد جدا من الاخوه الكويتيين، عامل حاله في الكويت يعني. ما صحيح، يعني النادي الاهلي يعني احنا بنحس ان الجماهير يعني تنتظر قدوم النادي الاهلي في اي لعبه الحقيقه، بالذات منطقه الخليج واشقائنا في الخليج. حاجه جمهور اكثر من رائع، جمهور عظيم، حاجه تفرق.
نعم، ويعني اتمنى لكم كل التوفيق طبعا استاذ طارق قنديل، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي لكره السله في الكويت. بشكرك يا طارق بيه، واتمنى لحضرتك كل التوفيق، ونكلم حضرتك ونبارك لك كل ماتش ان شاء الله. ده كان طبعا تليفوننا مع استاذ طارق قنديل. زي ما حضراتكم شفتوا البعثه يعني بشكل جيد، اطمنا على البعثه، الدنيا ماشيه جيد، الناس فرحانه بالنادي الاهلي هناك، ونتمنى طبعا التوفيق ومواصله الانتصارات.